العنف اللفظي هو الألفاظ المسيئة التي تحمل عبارات السخرية والشتم والإزدراء والتخويف والتهديد من قبل الوالدين أو أي فرد تجاه الطفل، وكذلك استعمال اللغة السوقية والانتقاد المستمر للطفل ومقارنته بأطفال آخرين. أضف إلى ذلك التعبيرات التي تحمل رسائل ساخرة أو جارحة وفيها احتقار واستخفاف. هناك الكثير من الدراسات التي تؤكد مدى التأثير السلبي المدمر للعنف اللفظي على الأطفال. منها دراسة أكدت أن الأشخاص الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع السباب في طفولتهم يصابون بالاكتئاب بحوالي ضعفي أولئك الذين لم يتعرضوا للسباب أبداً. غير أن الأبحاث الحديثة ذهبت إلى أبعد من ذلك، بفضل تطور الأجهزة الحديثة للتصوير الدماغي تبين أنه عندما تكون البيئة عدوانية ويكون الطفل فيها معرضاً للعنف اللفظي والنفسي، فإن هذا يؤدي إلى أضرار دائمة تبقى مدى الحياة كجروح وندوب في الدماغ. وهذا ما أكده مارتن تاتشر وزملائه في كلية الطب بجامعة هارفارد. وفي دراسة مقارنة نشرتها المجلة الأمريكية للطب النفسي تبين أن دماغ أولئك الأفراد الذين عانوا من العنف اللفظي يحتوي على نسبة أقل من المادة الرمادية التي لها علاقة وطيدة بمستوى الذكاء والقدرة على التحليل والتفكير المعقد. وفي دراسة على أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 25 سنة تعرضوا للعنف اللفظي، وجد تخلف في تطور الاتصال بين الفصين الأيمن والأيسر من الدماغ، وهذا أثر على مستوى الذكاء والقدرة على التحليل والتفكير، وأصبحوا يعانون من الاكتئاب والغضب والعداء بل والإدمان. إن خطورة العنف اللفظي على الطفل تتمثل في أن الطفل يرى نفسه من خلال نظرة والديه إليه، فهو يرى نفسه جميلاً أو قبيحاً، ذكياً أو غبياً، صالحاً أو طالحاً من خلال هذه النظرة. والعنف اللفظي يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس وتعطيل الطاقات الإبداعية، بل وتؤثر سلباً على نمو الطفل جسدياً وعقلياً وروحياً ونفسياً وعاطفياً واجتماعياً وأكاديمياً، وتزداد نسبة هذا التأثير على المدى البعيد. حتى عندما يتلقى الطفل الضحية صورة من صور الحب من الشخص المعتدي كالابتسامة وإن كانت صادقة، فإنه يعيش في تأهب لأنه يعلم أنها حالة حب مؤقت وسرعان ما ستنقلب إلى حالة اعتداء جديدة، فتنعدم ثقته في هذه الابتسامة بل وفي الحب، وهذه مأساة في حد ذاتها.